ما حكم من حلف على شخص على أن لا يدفع له أجرة المواصلات فقام هو بالحلف بالله ادفع الأجرة لي، فما حكم هذا؟ كل حلف على ما لا يملك، كل حلف على ما لا يملك. فإذا حلفت على نفسك وتستطيع أن تفعل الفعل أو لا تفعله، فحينئذ اليمين المنعقدة منك إذا خلفت عليها الكفارة.